أنتقل مشاهدينا مباشرة إلى ضيفي الثاني في هذه الحلقة، والوقوف من الناحية الشرعية عند أو الطبية هذه المرة مع الدكتور عادل بلبيسي، مستشار الأوبئة في شركة الشرق الأوسطية. دكتور عادل، مساء الخير. مساء الخير، حياك الله. قراءة سريعة بما اتخذته الحكومة يوم الأمس من قرار لحظر التجوال الشامل ليوم الجمعة والاقتصار على يوم الجمعة فقط، وأيضا تقليل ساعات التجوال للمواطنين في الأيام العادية. مساء الخير يا سيدي. سلورد. خلينا نعترف يعني أنه الهدف الرئيسي من وراء أي إجراء تتخذه، إن كان حظر وإن كان تقليل أو زيادة ساعات الحظر، كل هذه الأمور الهدف الرئيسي منها هو التباعد بين المواطنين، هو التباعد الاجتماعي. الإجراءات اللي تتخذها الدولة الآن تعتمد مباشرة على 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 تفاعل المواطن معه. المواطن له دور كبير في نوعية الإجراءات التي سوف تتخذ في المرحلة القادمة. الآن يمكن المفروض مش بس التباعد الاجتماعي، الآن كل العالم عماله بنادي بشيء أكثر من التباعد الاجتماعي، ألا وهو أنه كل واحد يقلل عدد الأشخاص الذين يلتقي بهم يوميا، يعني يحصر من هم الأشخاص الذين سوف يلتقي بهم ويقلل هذا العدد. إذا كان في هناك أي مكان بده يروحه، هذا المكان غير ضروري أنه يروحه، فيجب أنه يأجل هذا المكان. أي طلعة غير ضرورية يجب أن تأجلها. الآن نأتي إلى الحظر. إذا فهمنا أنه الهدف الرئيسي هو التباعد، فكان هناك أن الحظر يوم الجمعة ويوم السبت. الحكومة بدها تخفف عن المواطن. هلا الخيار بين يوم جمعة ويوم سبت. يوم الجمعة طبعا يعني انت بتعرف انه معظم المحلات هي بتكون معطلة يوم الجمعة. دكتور يعني دكتور عادل، نعم دكتور عادل، اسمح لي اني انقول لك رسالة الناس اليوم. انا جايب على رسالة الناس، انا بتابع برضو رسالة. الله يسلمك. يعني بس خلينا وانا يعني على دراية كاملة بانك قريب جدا من مواقع التواصل الاجتماعي وتقرأ ما يتحدث به المواطن يوميا. صحيح. لكن يعني المواطن يتحدث ويقول ما هو الجدوى من حظر للتجوال لمدة 24 ساعة فقط؟ إذا هذا الحظر ما قبله راح يكون في تجمع كبير بالأسواق، وما بعده راح يكون في تجمع واكتظاظ في 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 الأسواق. والله أنا بعتقد يعني الآن مواطننا ما دام عرف إنه هذا يعني في أحد يمكن الإيجابيات لهذا القرار، له إيجابيات وله سلبيات طبعاً. أحد الإيجابيات إنه يلو أنا من هون لنهاية السنة راح يكون هذا القرار مأخوذ، كل يوم جمعة في عنا حظر تجوال. فالمواطن أصبح من الآن يعني بيعرف إنه كل يوم جمعة في راح يكون في، يعني لن يتفاجأ بيوم أربعة يقولوا له يوم الخميس أو يوم الجمعة بدنا نعمل هذا الحظر. فبعتقدش من الآن فصاعدا إنه يكون في هناك التجمعات والتجمهرات اللي بدها تكون. بس خليني أرجع أقول إنه كان الخيار بين يومين، هل هو يوم الجمعة ويوم السبت. يوم السبت يمكن في دوام عادي لمعظم الدوائر ومعظم المحلات ومعظم المؤسسات الحكومية فيها دوام يوم السبت، فاتخذ هذا القرار. هلا هذا القرار طبعا يعني أنا مع الناس اللي تشكو إنه يا أخي يوم الجمعة فيها الصلاة، لم يكن مقصود، أنا برأيي لم يكن مقصود الصلاة. وأنا بعتقد الآن يمكن المطالبات في أنه يكون في ساعة ونص أو ساعتين مشياً على الأقدام وليس استعمال السيارات، حتى الناس يقدر تؤدي فريضة الصلاة، وهذا بصير شيء مقبول يعني. فعلاً يعني خليني بصير شيء مقبول بالنسبة للناس. جميل. ليس المقصود هو منع الناس من أداء صلاة الجمعة. ممتاز. طيب دكتور، يعني تطرقت لوحدك لحديث المطالبات اللي كانت من هيئة علماء الأردن ورابطة علماء الأردن، واللي طالبت بساعة أو ساعتين ليتمكن المصلون من الذهاب إلى المساجد وأداء صلاة الجمعة. خليني أتكلم دكتور عادل ما قبل هذه المطالبات، أتكلم عن مدى التزام المصلين في الأيام الماضية وخلال يعني صلوات الجمعة
الماضية في المساجد وأنت يعني تراقب أيضا. نعم. كيف تقيم الالتزام؟ يا سيدي يعني يمكن لو أنا بدأ أكمل بحديثي بقول إنه نسمح بصلاة الجمعة بساعة أو ساعتين بصلاة الجمعة مشيا على الأقدام، لكن بشروط. هذه شروط يجب أن يكون في هناك رقابة وفي هناك تباعد وفي هناك على المساجد. أنا من المصلين ومصلين يوم الجمعة في عدة مساجد في هناك التزام، ولكن ليس التزام من الجميع. يعني أنا بقدر أقول إنه حوالي 60% 70% يمكن من المصلين هم ملتزمين، لكن في عندك كمان حوالي 30% غير ملتزمين، بالرغم من إنه الإمام دائما بيشدد على إنه الناس بتكون مرتدية. أنا بعتقد إنه يجب أن يكون في هناك رقابة على هذه المساجد، وإنه يكون في مرة سموه الزائر الخفي، بديش أسميه الزائر الخفي، المصلي الخفي، المصلي الخفي أو المصلي الخفي، ما بدي أسميه بهالمسمى، يعني تزيد رقابة بشكل أكبر. يجب أن يكون في هناك رقابة. طيب. واتخاذ إجراءات. يعني المسجد مؤسسة زي باقي المؤسسات، إذا خالف أنا بعتقد يجب أن يغلق. طيب دكتور يعني عادل، ما أنك تتحدث عن تجديد الرقابة، وخليني أتكلم حقيقة في جانب مهم جدا. كثير من الناس بتحدثوا في، وبعض الأطباء والخبراء أيضا في هذا في هذا في هذا المجال طالبوا فيه وذهبوا إلى هذا الحديث، وقالوا بأن الحظر لا جدوى منه قد يكون لمدة يوم أو يومين، وأنما تجديد الرقابة بشكل أكبر هو الذي سيأتي بنتائج إيجابية على المنحنى الوبائي وعلى أعداد الإصابات بعد فترة وجيزة، بما أنه إحنا مراقبين ومراقبين، بدنا نراقب على المساجد، نراقب على الأسواق، نراقب على المحال التجارية وعلى المولات وغيرها من الأماكن اللي بتواجد فيه أو بتواجد فيها أعداد كبير من المواطنين. إلى أي مدى تتفق مع مثل هذا الحديث ما يتعلق بالرقابة والحظر؟ والله يمكن يا سيدي يمكن من على منبركم أنا طلبت في هذا الشيء، طلبت نعم. في تجديد الإجراءات، تجديد الرقابة على المواطنين، ويمكن أحد الكلمات اللي قلتها أنه لا يجوز أنه نعاقب المجتمع بسبب بعض الأشخاص غير الملتزمين. نعم أنا معك أنه يجب أن يكون في هناك ليست فقط تجديد على المساجد، وإنما تجديد على الأسواق، حتى على السوبر ماركتات، على وجود الناس في أي تجمع. نعم. أنا برأيي في أي تجمع، حتى في الهواء الطلق، إذا كان هناك تجمع لست أشخاص أو أكثر من ست أشخاص مع بعضهم البعض وغير ملتزمين في الكمامات، يجب أن يكون في هناك إجراءات رادعة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. يعني الإجراءات الرادعة والقرارات الصارمة إن صح التعبير بما يتعلق بالرقابة وبما يتعلق بتجديد الرقابة على 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 جميع المواطنين، ملتزم وغير ملتزم، نتائجها أفضل من نتائج الحظر دكتور؟ إذا كان في هناك التزام، إذا كان في هناك التزام شبه إجماع من المواطنين، أنا بعتقد ليس هنا لا داعي هناك لأن يكون في هناك حظر. لا يوم ولا يومين ولا أي شيء، ممكن تكون فيها ساعات الحظر إنه تزداد أو تتقلص أو إلى آخره، لكن أنا بعتقد إذا كان في هناك التزام ما في هناك داعي للحجر. وكثير من دول العالم هي تتخذ هذه الإجراءات الآن، معظم دول العالم لا تذهب نحو الحظر، وإنما على الالتزام وعلى تجديد الرقابة، إلا ما تجديد هذه الإجراءات. الحظر الشامل متى يكون سيدي؟ ممكن يكون في هناك حظر شامل ويكون هناك هذا الحظر لمدة أسبوعين. إذا كان أعداد الإصابات أصبحت أكثر من استيعاب النظام الصحي للحالات التي تدخل المستشفى. طيب بما أنك تتحدث عن هذا الحال، يجب أن يكون في هناك طيب. حظر وحظر شامل لمدة جميل. أسبوعين. طيب دكتور تتحدث عن الحظر الشامل لمدة أسبوعين، متى من الممكن أن تلجأ المملكة أو الحكومة إلى فرض حظر التجوال لمدة أسبوعين؟ أي رقم من الإصابات؟
ما بقدر اقول لك رقم من الاصابات تقريبا. خلينا نتكلم انا دكتور. انا هقول لك، لانه لما يجب ان نعرف قبلها كم عدد الاسره المخصصه للكوفيد 19. نعم. اذا كان عدد الاسره على سبيل المثال 2000 ووصلنا الى 1500 و1600 اصابه موجوده في هذه المستشفيات، يجب ان يكون في هناك اغلاق. اذا كان عدد الاسره 4000 فيجب ان نغلق عندما يكون في هناك عندنا 3000 او 3200 حاله. يعني اذا وصلنا الى 75% من قدره المستشفيات على استيعاب المرضى، وصل الاستيعاب 75%، يجب ان يكون في هناك اغلاق. قبل هيك ما بعتقد انه يجب ان يكون في هناك التزام. اذا كان في التزام من المواطنين، انا بعتقد، انا برايي ان لن نصل الى نسبه 75% من الاشغال من عدد الاسره اللي مخصصه للكوفيد 19. لن يكون في هناك اشغال لهذه النسبه، لكن يجب ان يكون في هناك التزام من المواطنين. اذا بنلاحظ الان لو نزلنا الى الاسواق، انت راح تلاحظ يعني لما لاي مكان ذهبت له راح تلاقي انه نسبه الالتزام لا تتعدى، يمكن اذا بدنا نكون متفائلين 50%، وال 50% الاخرين غير ملتزمين. حتى في بعض الاحيان يعني من هذول ال 50% بتلاقي حاط الكمامه لكن مش حاططها بالطريقه الصحيحه، او في تجمعات او الى اخره. فهذه كمان يعني المفروض انه يكون في هناك زي ما اتفقنا. طيب. لازم يكون في عليها رقابه وتجديد الإجراءات عليها. طيب بالتأكيد لما طالبت به رابطة علماء الأردن برفع الحظر لمدة ساعتين، أنا للتأكيد يعني قبل ما أنهي الحديث دكتور معك، وهو محور حلقتنا لهذا اليوم، ورفع الحظر لمدة ساعتين لا يؤثر على الحالة الوبائية والصحية، يعني تتوافق مع مثل هذه المطالبات؟ إذا كان هناك التزام من المصلين في هذه الساعتين إنه يلتزموا بإجراءات التباعد وإجراءات الوقاية والكمامة، وكل واحد يجيب سجادته معه، وكل هذه الإجراءات، أنا بعتقد لن يكون لها أي تأثير على الوضع الوبائي. لكن يجب يعني في كمان إجراءات على سبيل المثال، ليس فقط هذه الإجراءات إنه نقول إنه كل واحد يلتزم بالكمامة والسجادة. يجب أن نمنع بعض الأشخاص بعمر معين أنهم يجوا للمسجد. يعني أنا بقول أنه الأشخاص اللي في خوف عليهم بنسميهم الهاي ريسك جروب أو الفئة ذات الاخطار العالي، ما ضروري أعتقد، وفي فتوى من علماء المسلمين أنه يعني هذول ما ضروري يروحوا على المسجد. هذول فئة. وفي فئة ثانية يعني أنا لاحظتها بنفسي، إنه بعض الأشخاص بيجيبوا أطفالهم الصغار معهم، وهذا كمان يعني بعتقد في هذا الوقت ما المفروض إنهم يجيبوه. نعم. يجيبوا أطفالهم معهم. نعم، اسمح لي أن أشكرك جزيل الشكر الدكتور عادل بلبيسي مستشار الأوبئة في الشبكة الشرق أوسطية. شكرا لك على هذا الحديث وهذه الاستيضاحات. إذا فصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن ثم نستكمل.